المغرب وبعد فشله في الخروج بنتائج ملموسة من اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وتأكده من أن اعتراف الصهاينة له بأكذوبة مغربية الصحراء لن يغير شيئا على الأرض ما دامت قرارات الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ها هو يذهب إلى السرعة القصوى بغرض فرض المزيد من القوة لعله يتمكن من إخضاع الصحراويين. نظام المخزن تجاهل مسيرات المغاربة المطالبة بوقف التطبيع وطرد سفير الصهاينة تضامنا مع أشقائهم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والتجويع في غزة من قبل جيش الاحتلال. يستعد لإقامة مصنع للمسيرات العسكرية لكن ليس بالاعتماد على قدراته الذاتية. صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت أن مؤسس ورئيس الشركة الصهيونية بولوبيرت أيرو سيستمز أكد أن وحدة إنتاج المسيرات بدأت العمل في المغرب وأن التصنيع سينطلق في المستقبل القريب. المغرب وللأسباب ذاتها التي تجعل جيش الاحتلال الصهيوني يستخدم المسيرات ضد المدنيين في غزة يسعى إلى تزويد الجيش المخزني بقدر كبير من المسيرات الصهيونية لقتل الصحراويين وإبادتهم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.